السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سافر. اليوم بإذن الله نكمل اللي هي قلنا المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتقاطعة. نبدأ نحكي إنه أول شيء أخذنا الزوايا اللي هي زاوية متبادلة متناظرتان، واحدة داخلية واحدة خارجية، متناظر في نفس الجهة، في نفس الجهة بس واحدة داخل واحدة خارج. نيجي ناخذ زاويتين متبادلتان داخليتان في جهتان مختلفتان، داخليتان في جهتين مختلفتين، وبعدين اخذنا متبادلتان خارجيتان في جهتين كمان مختلفتان. فقلنا المتناظره متساويه والمتبادله داخليا او خارجيا كمان متساويه. اخر شيء اخذنا الزوايا او الزاويتان اللي في جهه واحده منها القاطع، في جهة واحدة من القاطع، يعني القاطع يعني نفس القاطع جهة واحدة، وتكون داخليتان كمان ما في خارجيتان، داخليتان وفي جهة واحدة من القاطع مجموعهما 180. فاليوم إن شاء الله بإذن الله أكمل الأسئلة اللي كانت عندي في كتابي. أول شيء حبدأ الجملة بالسؤال رقم 15. بدينا ناخذ السؤال رقم 15 عندي بالشكل هذا، حرسم لك اياه. عندي خطان مستقيمين بالشكل هذا متوازيان، وعندي القاطع اللي بينهم، عندي الزاوية هاي اكس زائد 80، وهاي الزاوية 2 اكس زائد 50. وحكى لي سؤاله بدي اكتب لي معادلة ثم احلها عشان تجدي قيمة اكس. بقول له استنى شوي، يعني خليني اشوف الزاويتين وضعهم ايش. بقول هاي الزاوية داخلة وهاي الزاوية خارجة، هي نفس الجهة من القاطع، زاوية داخلة وزاوية خارجة في نفس الجهة من القاطع. بقول هون عندي في وضع تناظر متناظرتان، هاي زاويتان أول ما أقول له زاويتان متناظرتان، يعني مالهم الزاويتان متناظرتان متساويتان. يعني بقول له استنى شوي، هون 2 إكس زائد 50 تساوي الزاوية إكس زائد 80. احلس ايوه، انا استخدم بدي ابدا اوظف كل الزوايا اللي بعرفها. هاي وضع تناظر متناظرتان والزاويتان متناظرتان متساويتان، يعني هاي الزاويه تساوي هاي الزاويه، حط بينهم مساواه ولا لا؟ عرفت تحط بينهم مساواه ولا لا؟ فبقول له 2 اكس زائد 50 تساوي اكس زائد 80. هيك بس انا بديت اشتغل صح. خلينا مع بعض نشتغل كمان صح. نيجي على الان، دائما قلت لك المجهول بدي اخليه على موجب، وهي موجب 2 اكس دخل المجهول لحاله، وبدي افوت مين المجهول عندي؟ الموجب بتصير سالب اكس تساوي عندي 85، وعندي مين اللي هون اللي بتطلعها بتقول يطلع انت عدد، يطلع لحالك انت مع العدد، موجب بتصير سالب 50. احنا بنعرف حل معادله، حل معادله. باجي بس بقول له، باجي بقول له بس 2 ناقص 1، طبعا قلت دائما هاي اكس يعني اكس 1، 2 ناقص 1 1 اكس 1 اللي اشار كبير موجب نطرح تساوي موجب هون سالب إشارة كبير 80 ونطرح اللي هي 30، معناته الإكس عندي طلعت قديش يا مس؟ 30. إيه سهلة مس؟ آه سهلة مس، سهلة وفين سهلة، بس بدي أركز أشوفها وين وضع إيش؟ متساوية ولا مجموعها 180 اللي موجود عندي، زي الزوايا اللي أخذتها بس قالت عندي مجموعها مرة 90 مجموعها مرة 180 حسب هي موجودة فيها ولا على طول. عندي زوايا متساوية وفي عندي زوايا في نفس القاطع مجموعها 180 فقط. طيب نيجي على اللي بعده، بس نبدأ
السؤال ناخذ سؤالي صفحة. أنا طبعا أنا هنفس الصفحة طبعا هاي الصفحة هي الصفحة عشان ما تقوليش وين أنا بس 113 لأنه كثير بيسألوني على الواتساب بس أنت بتفوت على أي صفحة. أنا بحب دائما أنتم شايفيني يا بس إني دائما بحط رقم الصفحة عشان إحنا كمان ما نغلط فيها. 15 ناخذ 16 ناخذ سؤال 16 حنحطه صفحة 114 114 نيجي يا مس على السؤال اجدي قيمة اكس. خليكي معي حرسم لك الرسمة عشان كمان تكون واضحة عندك احسن ما تكون بالكتاب لانه احنا هون بنطلع بنحطها بالكتاب بالشكل هذا بالشكل هذا رسمتي عند الزاوية هاي 116 وأعطاني إياها بدرجة وعندي هاي بس هاي الزاوية كتب إياها 51 وهاي إكس بدو إياها وهاي إيش هاي كمان في خلص خلص هيك خلص هيك بس هيك بس خلص يجي بس على السؤال وقول هو برضو إلا طلعين الإكس طيب أنت بتقولي لي يا بس إنه هون هذا في وضع دقة إيش؟ طلع برضو صح؟ أنا وأجيت على قاطعهم نسجلها. طيب أنا هون هاي بدي أطلعها ما عندي شوفي فكرتي طبعا الفكرة بدي أبدأ أفكر شوي صغيرة أول شيء بس قال لي بدي طلع الاكس قلت له استنى شوي يعني اول شيء الاكس يا مس انها في وضع تبادل مع هاي مع هاي الزاويه هاي الزاويه مشغوله انا كل مشكلتي اني اطلع هاي الزاويه عشان اذا طلعت هاي الزاويه الاكس تساويها واضح شوف الفكره اللي انا عم اعملها طيب ليش عايزه ما عنديش غير هاي الزاويه وهاي الزاويه ايش عم بسوي نفهم هذا المثلث انا بدي اشتغل في المثلث الصغير بدي اشتغل في المثلث الصغير ليش بشتغل في المثلث الصغير ليش لاني بتطلع هاي الزاويه بتطلع هاي الزاويه تعالي معي مدينا هذا الحكي الزاويه هاي 116 هاي على نفس الايش اللي هي كل الزاويه هاي تساوي 180 صح زاويه مستقيمه بدي اطلع هاي الزاويه شو بعملها الزاوية تطلع كيف تطلع؟ بقول له 180 أنا هون حطها 180 بدي أطرح منها 116 كيف بس؟ هاي الزاوية كلها زاوية مستقيمة كلها شايفينها اللي حاط عليها الأزرق هيك هيك زاوية مستقيمة تساوي 180 عشان أطلع هاي الزاوية أنا عندي 116 قديش ضايل؟ قديش ضايل من 180؟ بطرح عشان تطلع لي هاي الزاويه هيك بس ممتاز ممتاز طيب نيجي يا بس عندي خليكي معي ستة ناقص ستة لا يجوز بتصير هون سبعة بتصير هون عشرة عشرة ناقص ستة أربعة سبعة ناقص واحد اللي هي ستة هاي أربعة وستون هاي طلعت عندي أربعة وستون هاي الزاوية طلع انا حكيت لك شغلي بده يكون بالمثلث الصغير صح اللي فوق عندي زاويه 51 وعندي زاويه 64 في المثلث بقدر اطلع الزاويه الاخيره الثانيه بتقولي لي اقص اول شيء بجمع 51 زائد 64 بصير عندي بس قديش بصير عندي هون يا بس الاربعه وخمسه خمسه وهاي اللي هي 11 115 هاي مجموع زاويتين في المثلث، طيب مجموع زوايا المثلث شو بتساوي؟ مجموع زوايا المثلث اقول له مجموع انا بعطيك اياها بالتفصيل زوايا المثلث شو تساوي؟ 180 درجة صح ولا لا؟ صح بس يعني انا ال 115 بدي اطرحها من 180 ال 115 بدي اطرحها من 180 طيب نجي بس
على المسرح مع بعض. لا يجوز. هون سبعة، هون عشرة، عشرة ناقص خمسة، كمان عم بقول خمسة، سبعة ناقص واحد اللي هي ستة. هاي طلعت نص، هاي طلعت خمسة وستون. هاي الزاوية إكس، زاوية إكس تساوي 65. ليش؟ متناظرتان. ايه بسرعة بس طلعت. الفكرة الأولانية إنه هون في زاويتين متناظرتان لازم أطلعها، ما عنديش لا هاي ولا هاي، عندي زاوية خارجي كلها هاي 180، طرحت الزاوية اللي عندي ال 180 أطلعها. جمعت في زاوية عندي رأس المثلث صغير، جمعت على 64 وطلعت منه 180 عشان تعطيني 5 بس. طيب 5 نيجي نسأل على، أنا أحاول نسأل أحل لك أكبر عدد ممكن من الأسئلة علشان إن شاء الله يعني هيك تكون وافي درسي. أكثر من هيك أنتوا شوفوا كيف وضعكم يعني. نيجي على خليكي معايا، في عندي حاول أرسم يعني رسمة يعني زي ما بقولها تقريرية عشان بس تاخذ الأشياء اللي قلنا إياها. هاي هاي 55، وهاي إي إل، هاي إتش أعطاني إياها بأرقام، هاي سي، هاي إف. هاي بس عندي اي صح، هاي كانها هاي اي، وهاي اي، وهاي جي. بدي اكملها بالشكل هذا، بدي اكملها بالشكل هذا، هاي جي وهاي جي بالشكل هذا، وهاي مس دي. وحكى لي سؤالي 17، السؤال رقم 17 قال لي، السؤال رقم 17 قال لي الزاوية سي اي جي والزاوية، طبعا زاوية زاوية اف دي جي. انا مش هكتبها على فكره، هحاول بس نقراها مع بعض. متناظرتان قال لي هذول، ابدا عشان اول واحده بس لك اياها متناظرتان. تعالوا معي، تعالوا نقرا اللي حكى لي عليه ونأشر على اللي موجود عندي. قال لي الزاويه اللي هي سي سي اي جي ولا سي والآن جي، يعني هاي الزاوية شايفينها اللي حكى عنها متناظرة مع اف دي جي، اف اف دي جي متناظرة مع اف دي جي، شايفين الزاوية هاي قال لي متناظرة مع هاي صح، واحد داخل واحد خارج صح. سؤال 18 انا مش حكتبه، بس مش حكتبه، حقرا كتابك معك صح. يلا الزاويه ام بي سي، خليني اخذ لون ثاني امس عشان الون كل زاويه بلون ثاني. خليها هاي اللون، هذا خلصت منه، اخذ اللون الثاني. بقول لي الزاويه اتش بي سي، اتش بي سي هاي الزاويه بالخضر شفناه اتش بي سي. طيب
تساوي الزاوية بي اي دي بي اي دي متبادلة؟ لا أنا المتبادلة نفس القاطع، هاي المتبادلة واحدة خارجة واحدة داخلة، هايها ممكن أقول خارج مع خارج، داخل مع داخل. ما تقول كلامك أنت بتحكيه إلي ليش؟ ما هو متبادلة يا ميس. متبادلة، لكن متبادلة داخليا مع بعض، خارجيا على إيه؟ هون هون وهون، هاي هون وهون. لو قال لي صح، لو قال لي هاي وهاي بقول له صح، لكن واحد داخل واحد خارج متبادلة؟ لا لا يا ميس. طيب تعالي معايا ناخذ اللي بعده. انتبهي يا مس، انتبهي، لا تشيكي صح وخطا، لا تشيكي دائره، ديري بالك، ديري بالك ايش يا سالفه، انتبه. يعني انا بحكي بعيد بقول انتبه. اجي مس على اللي هو رقم 19، نيجي على رقم 19، ناخذ اللون الاحمر. بقول لي يا مس الزاويه بي اي دي، بي اي دي هاي الزاويه، هاي الزاويه، هاي بتشاهد لونها الحمراء، الزاويه بي اي دي مع الزاويه اي دي جي، اي اي دي جي هاي الحمراء، هاي الحمراء. ايش قال لي عنهم؟ قال لي عنهم انهم متبادلتان داخليا. ايوه اقلبي اقلبي، متبادلتان داخليا في نفس القاطع، ايوه في نفس الداخل، اسف نفس الداخل لكن في جهتان مختلفتان من القاطع داخليتان. نعم اللي هو سؤال رقم 19، نعم 19، نعم. نيجي على سؤال رقم 20 وناخذ لون ثاني، نيجي على رقم صفحة رقم 90 وناخذ لون ثاني. 20 بقول لي أنا يا مس حاول أحاول قدر الإمكان إني، طيب قال لي 20 عندي بي إي دي تساوي بي إي دي، بي اي دي بي اي دي هاي الزاوية تساوي 55 قال لي، نعم الزاوية هاي تساوي 55 بتقيس تبادل داخليا، نعم صح صح. نيجي على السؤال الأخير من 21 نيجي على السؤال الأخير 21، A B A A B A A B A هاي هاي الزاوية شايفينها؟ A B A والزاوية A D F، A D F هاي الزاويتين، ما لنا هذول الزاويتين؟ بقول لك هذول الزاويتين متناظرتين، شو متناظرتين؟ ولا متبادلتين كمان، ولا متبادلتين ولا متناظرتين، كل كلامك غلط، ولا متبادلتين ولا متناظرتين هي اخر شيء عندي. وبقول لي اطلع على 23، بقول لي رقم 23، بقول لي متى تكون الزوايا قياساتها متساويه، وجميع قياسات الزوايا الناتجه عن التقاطع متساويه لما تكون في متقابله بالرأس، ولما تكون متبادلة هاي واحد هاي اثنين متبادلة، ثلاث لما تكون متناظرة هاي بتكون متساوية، في تقابل في تبادل في تساوي، نعم. طيب بس آخر شيء هاي، وهيك خلصنا الحمد لله الدرس كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.